السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أحباب الكرام. عدنا إليكم بفيديو جديد. هذا الفيديو لكثرة الطلبات من الإخوة والأخوات حول موضوع زيادة الوزن. اليوم أقدم لكم هذه الوصفة السحرية والقوية جدا، تعمل على زيادة الوزن وليس لها أي أضرار جانبية. المكونات بسيطة وسهلة جدا، تابعوني في طريقة التحضير بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إليكم هذه المكونات السهلة والبسيطة جدا في زيادة من 3 إلى 4 كيلو خلال أسبوعين فقط. تعمل هذه الوصفة على زيادة الوزن بشكل فعال جدا، وكما قلت لكم أنها تستعمل للكبار وللصغار. أخواتي الكريمات وإخوتي الأكارم، زي ما تشايفين هذه المكونات الأربعة يمكن استعمالها كمستحضر، يعني كمركز الأعشاب مثلا، مركز السلام للأعشاب الطبيعية. سأضع لكم يعني رابط هذا المركز للتواصل معه إذا أردتم أي وصفات جديدة. طبعا كما تشاهدون هذه هي المكونات، يتم طحنها ومن ثم استعمالها كوصفة جاهزة في وجباتكم اليومية. نبدأ بالمكونات، وهي المكون الأول وهو حب العزيز، وله الكثير من الفوائد راح أتكلم فيها الآن بعجالة ولن أطيل عليكم. المكون الثاني هو فول الصويا، والمكون الثالث هو الشوفان، والمكون الرابع هو جنين القمح. الأربع مكونات هذه يا جماعة هي ممتازة جدا في زيادة الوزن، لأنها غنية جدا بالبروتينات وغنية جدا بالكربوهيدرات التي تعمل على تخزينها هذه داخل العضلات وداخل الأنسجة، لذلك هي ممتازة جدا. أيضا تحتوي هذه على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، بتنشط الذاكرة، بتزيد من قدرة الحفظ، بتساعد في عملية التخلص من الديدان، بتقوي النظر، لها يعني الكثير من الفوائد غير زيادة الوزن. طيب إذا أردتم استعمال هذه الوصفات وهذه المكونات، كل ما عليكم مثلا حب العزيز هو يستعمل كمطحون، نقوم بطحنه ليصبح بودرة بهذا الشكل، ومن ثم نأخذ مقدار متساوي من كل هذه المطحون، و بعد ذلك نضعهم مثلا في مرتبان في علبة مغلقة. نقوم بأخذ ملعقة واحدة على كاسة من الحليب ومنذوبها، وبعد ذلك بنشرب هذه الكاسة. على الأقل لازم نشرب هذه الكاسة 3 مرات في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء ومرة وسط النهار من هذه المكونات. طبعا ممكن نستعمل مثلا حب العزيز، ممكن نستعمله زي الترمس، انه بننقعه في مية بينفش وبنصير ناكله مثل الترمس. طبعا اما بقيه المكونات يمكن يعني شربها على كاس من الحليب، والبعض الاخر ممكن يقولوا لي احنا ما نحبش الحليب، ممكن نشربه مع ميه، ما في مشكله ممكن تشربه مع ميه، لكن الافضل انك تشربه مع الحليب، لانه الحليب بيحتوي على الكالسيوم بقوي بنيه العظام. لذلك انصحكم باستعمال هذه الوصفه الفعاله جدا، حتى يمكن استعمالها للاطفال، لاطفالكم لها فعاليه جدا قويه. إخواني وأخواتي، أدعوكم بنهاية هذا الفيديو إلى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا تضعوا لايك أسفل الفيديو حتى نستمر في نشر هذه الفيديوهات. وأيضا أرجو من حضراتكم أن تشاركوا هذا الفيديو لجميع الأصدقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب، كي ينتشر هذا الفيديو على أوسع نطاق وتعم الفائدة على الجميع. كما يمكنكم التواصل معي عبر التعليقات أسفل الفيديو. أنتظركم إن شاء الله في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.